خلفية البحر هنا. غيرنا عن بتاعت مرة فاتت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نكمل إن شاء الله بإذن الله الميتنج بتاعنا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإمرجنسي بتاعت سيتي برين. فقلنا إن إحنا نحط إيدنا على نقطة الإمرجنسي، بحس طبعا يعني سيتي برين بيك إمرجنسي كتير، فنحط إيدنا على السكك بتاعته والمين ساينز اللي إحنا يعني إيه ممكن نشوفها. لما بيجي لنا عيان إمرجنسي وبيكون الإمرجنسي بتاعته متعلقة بالسيتي برين، غالبا التشخيص بتاعه بيكون متعلق من يعني سكتين رئيسيتين، اما ان هو عيان تروما او ان هو عيان ميديكال. ده ممكن يكون امرجنسي وده ممكن يكون امرجنسي. وعيان التروما ممكن تكون الفايندنج الرئيسيه فيه بتكون اما ان هو فراكشرز او هيموريجز او الكونتيوجن، يعني دي الحاجات تعتبر الحاجات الرئيسيه. العيان الميديكال اما يكون هو جاي بستروك او هيدروكيفالس، طبعا اكيوت لو حاجه عملت اكيوت هيدروكيفالس معاه. وفي النهايه البرين هيرنيشن ممكن بيحصل لاكثر من كوز وبيكون من الحاجات برضو الامرجنسي بالنسبه لنا. طيب نبدا بالتروما والحاجات بتاعه التروما. احنا انا عارف ان احنا اتكلمنا عنها في المره اللي قبل فاتت، بس احنا برضو عشان نجمعهم كلهم يعني يكونوا متجمعين مع بعض. الهيموريجز طبعا تعتبر الموست كومون فايندنج، اعتقد دكتور عمرو اكثر حاجه بتحصل معانا التروما، يعني نسبة مثلا ممكن يحصل اكسترا ديورال اكتر يحصل فراكشر حتى لو ما حصلش فراكشر او سب ديورال او كده. فالهيموريج تعتبر الموست كومون برزنتيشن بتاع نسبيا يعني البيشن بتاع التروما. وزي ما قلنا في المرات السابقه ان ممكن يكون العيان ده جاي بسب ديورال هيماتوما او اكسترا ديورال او سب اركنويد. سب اركنويد ممكن يحصل ميديكال او ممكن يحصل تروماتيك، يعني الاثنين. السب ديورال زي ما قلنا بتكون علشان ارتباط الديورا بالسوتشرز، فهي بتحصل الهيموريج ما بيعرفش يروح قدام ما بيعرفش يروح ورا، فبيضطر يضغط على البرين فبيديني الباي لينز شيب او الباي كونفكس شيب. السب ديورال هيماتوما علشان السبيس مفتوح، فقلنا بتاخد الكريسنت شيب، ياخد نفس شكل الكيرفيتشر بتاع السيريبرال هيمسفير. والسب اركنويد ده بيكون تحت الاركنويد ماتر، فبياخد نفس الشكل بتاع السلكاي، بتكون سميرد باي فريش بلاد دنسيتي. ده شكل الابيديورال هيماتوما زي ما حضراتكم عارفين بشكلها المميز الباي لنتيكولار شيب او باي كونفكس شيب، وزي ما حضراتكم شايفين الماس افكت المعتبر اللي هي عاملاه. وده شكل الاكيوت سب ديورال هيماتوما بشكلها الكريسنت شيب بالانر كونكيف بوردر بتاعها، عشان السبيس بتاعها مفتوح فالهيموريج بيروح قدام بيروح ورا، الدنيا مفتوحه فمش بيضغط على البرين غير لو الحجم بتاعها كان زياده خالص. السب اركنويد هيموريج زي ما حضراتكم عارفين وزي ما قلنا المره اللي فاتت بيكون عباره عن سميرنج للكورتيكال سلساي، بتكون سميرد بالفريش بلاد دنسيتي. الانتركير هيموريج طبعا ده احنا يعني حاطينه من ضمن الهيموريج، هو بيكون طبعا ميديكال كوز. والانترافنتركير هيموريج ممكن برضو يحصل نتيجه السببين. زي ما قلنا السب ديور الاكسترا ديور الهيماتوما غالبا التروما بتكون تروما شديده، فبيحصل الهيموريج بره الديورال سبيس وبيديني شكل طبعا الباي كونفكس شيب بالمميز بتاعها. الماس افكت احنا عرفنا ان الماس افكت بيكون ان ذا فورم اوف افيسمنت في كورتيكال سلساي، كومبريشن اوف اكستر فينتركل وشيفت للميد لاين. لكن الماس افكت مش شرط ان هو يكون الثلاثه رصه، يعني مثلا لو عندنا هيموريج انترا سيربر هيموريج جنب الفينتركل، مش هقول ان هو عامل افيسمنت كورتيكال سلساي، هو ملوش دعوه بالكورتكس. فهي الليجن يعني بمعنى اصح لو طلع من الكورتكس وضغط على الحاجات دي كلها بيعمل السيكونس الثلاثه مع بعض. لكن لو هو جنب الفينتركل بس هيعمل كومبريشن على الفينتركل او هيعمل شيفت الميد لاين. لكن الثري كومبوننت اوف ماس افكت هم الثلاثه دول، افيسمنت كورتيكال سلساي، كومبريشن في ام سي لاترال فينتركل، والشيفت الميد لاين. طبعا الكومبريشن ممكن ياخد تو فينتركلز، يعني ممكن يكون الليجن كبير لدرجه ان هو يعمل شيفت للاذر فينتركل كمان يكون كومبريست مع الليجن. زي ما حضراتكم شايفين ده مثال لإبيديورال هيماتوما في بيشنت 55 سنه. لو تلاحظوا ملاحظين الارياز الهايبو دنس في الفريش بلاد دنسي دي بتكون انديكيتور ان في اكتف بليدنج. يعني الاكتف بليدنج بيكون الشكل بتاعه بيديني حته الهايبو دنس اللي زي كده في الهيماتوما، لما بشوفها زي كده معنى ان لسه كمان في اكتف بليدنج. وغالبا لو عملت فول اب للهيماتوما دي بعد فتره هلاقيها كبرت عن السايز بتاعها في الكرنت سكان. ده مثال تاني لحاله اكسترا ديورال هيماتوما والعيان اتعمل له كونتراست انهانسد سي تي.
بيوريني الكوز بتاع الرابشرد انيوريزم، هي الهيماتوما هنا نتيجه لوجود انيوريزم. ممكن يكون عيان يعني حصل تريجرنج لتروما شديده، لكن هي يا دوبك كده رابشرت الانيوريزم وعملت الابيديورال اكسترا ديورال هيماتوما، والسهم مشاور على البليدنج فيزل البوزيتيف للهيماتوما. الدفرنشيشن بتاع الاكسترا والسب ديورال هيماتوما قلنا بشكل رئيسي البوردر بتاعها، الاكسترا ديورال هيماتوما ليها انر كونفكس بوردر، لكن السب ديورال هيماتوما ليها الانر كونكيف بوردر، زائد نقطه الكروسنج اوف سوتشر وكلوسنج اوف ميد لاين. وقلنا المره اللي فاتت ان الابيديورال ما بتعديش السوتشر لكن بتعدي الميد لاين، السب ديورال بتعدي السوتشر بس ما تعديش الميد لاين، واحده فيهم بتعدي ده واحده فيهم بتعدي ده عشان ما تلخبطش بالاثنين. والمفتاح بتاعنا الابيديورال ما تعديش السوتشر يبقى تعدي الميد لاين، والسب ديورال عكسها، لان ساعات بيكون في هيموريج في المنطقه دي عند الفالكس السيربراي، فبيكون الديفرنشيشن بيكونوا مضللين شويه، تلاقي البوردر بتاع الهيماتوما بوردر لاين يعني كونفكس شويه كونكيف شويه، فبيكون الفيصل هل هو معدي الميد لاين ولا لا. عدت الميد لاين خلاص دي ابيديورال، لا ما عدتش الميد لاين خلاص ما عدتش الفالكس يعني يبقى دي سب ديورال. السورس بتاع البليدنج في الابيديورال هيماتوما بتكون تروما سيفير والسورس بيكون ارتيريال بليدنج، بينما في السب ديورال هيماتوما التروما بتكون مايلد. خليها بعد المحاضره ان شاء الله. طيب ماشي. طيب. السب ديورال هيماتوما بتكون التروما مايلد وبيكون فينوس في النيتشر. دي النقطة بتاعت الكروسنج اوف ميد لاين، الابيديورال هيماتوما ممكن تكروس الميد لاين أو الفالكس، بينما السب ديورال مش بتعدي لأن الفالكس أصلا هي تحتيه فمش هتعرف تعديه. لكن الاكسترا ديورال هي برا فبتقدر تعدي الميد لاين. السب ديورال التروما غالبا بتكون اقل، يعني غالبا في الهيستور زي ما بيقول الاستاذ الدكتور ضحى حفوظ يقول لك بيبقى راجل كبير في السن وقام يتوضى ده اتخبط خبطه بسيطه يعني مش موتور كار اكسيدنت ولا حاجه، بتكون يعني تروما مش كبيره. وعيان العيان ممكن يكون بريزنتنج بعد كام يوم، ممكن يكون بريزنتنج مش في الاكيوت ستيج، فلما بتحصل السب ديورال بتكون كيرسنت شيب وفرش بلاد دنسيتي بالشكل ده، لكن هي ممكن تكون بريزنتنج بالنسبه لي في ستيجز بعد كده. اللي بيحصل فيها ان العيان لما بتحصل له التروما بيبدا يحصل انجري كده للمينور فينز او الفينيولز اللي بتكون بنتريتنج الكورتكس بالشكل ده، فلما بيحصل لها انجري بتبدا تحصل تبدا تعمل الاوزنج للبلط وتبدا تكون لي الهيماتوما في السب ديورال سبيس. فبياخد زي ما حضراتكم شايفين نفس السب ديورال سبيس اهو اوبند قدام ورا، فالهيماتوما واخده نفس الشكل الكريسنت شيب او نفس شكل الكيرفيتشر بتاع البرين. لو كانت لارج طبعا بتعمل ماس افكت، يعني مش معنى انها ما بتعملش، هي الاكسترا ديورال هيماتوما عشان في سبيس كونفايند بتضغط على البرين بسرعه، لكن السب ديورال عشان السبيس واسع فهي بتروح قدام ورا براحتها، لكن لو زادت خالص في السايز عادي خالص انها ممكن تعمل ماس افكت على البرين لو كانت السايز بتاعها كبير. السب ديورال هيماتوما زي ما حضراتكم عارفين بتيجي في ثلاثة ستيج، لو كانت وزن 3 دايز بتكون اكيوت بتكون فريش بلاد دنسيتي، في خلال 2 ويكس بتكون سب اكيوت وتعتبر دي اصعب مرحله في الدياجنوستس نسبيا وسطهم، لان هي بتكون الدنسيتي بتاعتها في المرحله دي زيها زي البرين تيشو، فلو ما كانش انا عندي هيستوري للتروما او لو انا ما خدتش بالي خالص من الكورتيكال سلساي على الناحيتين يعني ممكن انها تمزد مني. الكورنيك بتكون مش صعبه لانها بتكون شكلها سي اس اف لايك دنسيتي. دي الثري ستيج بتاعتها، ادي سب ديورال هيماتوما ان اكيوت ستيج كيرسنت شيب زي ما حضراتكم شايفين واخده الرايت سايد فرونت وبرايتو ممكن اكستند للاوكسيبتال او فرونت وبرايتال وكريسنت شيب فريش بلاد دنسيتي، لكن السب اكيوت زي ما حضراتكم شايفين هنا يعني الوهله الاولى لو حد ما ركزش الفرق ما بين الكورتيكال سلساي على الناحيه النورمال والوجود بتاعها هي على الناحيه الثانيه ممكن تمزد مني انها نفس الدنسيتي بتاعت تكاد تكون نفس الدنسيتي بتاعت البرينتشو، لكن الكورنيك بتكون برضو مش مشكله في تشخيصها زي ما حضراتكم شايفين هي نفس الشيب الكريسنت شيب هيماتوما، لكن هي فقدت الفريش بلاد دنسيتي بتاعتها وبقيت سي اس اف لايك او فلو دنسيتي زي الفلويد يعني. في انتجريتي تاني او نوع تاني من التروما بيحصل وهو السيربرال كونتيوجن. السيربرال كونتيوجن ده ايه قصته؟ احنا عرفنا الهيموريجز المختلفه، لكن السيربرال كونتيوجن بيبقى عباره عن من اسمه هو كونتيوجن للبرين تيشو، طبعا الكونتيوجن ده بيحصل مع بيتيكيال هيموريج.
البيتيكيال هيموريج ده له تابع لا سب ديورال ولا اكسترا ديورال ولا سب اركنويد، لكن هو هيموريج عشوائي بالشكل ده، بيكون ميكسد اريا من هايبو دينستي الإديمة وهايبر دينستي بتاعه الكونتيوجن. فالكونتيوجن بيكون مالوش ديستريبيوشن بتاع الهيموريج السابقه، هو هايبر دينستي. نعم لا هو عارفه السب اركنويد دكتوره، يعني بصي ده ممكن مثلا اشك فيه اللحظه ان هو واخد نفس الديستريبيوشن بتاع الكورتيكال سلساي، لكن ده زي ما انت شايفه هو باتش عشوائيه كده. له سب ديورال واكسترا ديورال ولا سب اركنويد، فبيكون بالشكل حضراتكم شايفينه. ده برضو مثال تاني زي ما انتم شايفين، يعني مفيش كورتيكال سلساي ليها الشكل ده، ودي لها سب ديورال ولا اكسترا ديورال ولا سب اركنويد، فهي بتكون بالشكل حضراتكم شايفينه ده كده، يعني فصاي هايبر دينس. لا الانترا سيريبرال ما ده بقى الفرق الهيستوري دكتور اسماء، يعني العيان بتاعي لما بيكون جايب هيستوري، لو جاي العيان ده جايب اي من غير هيستوري اوف تروما، ممكن هفكر في لو ايه هيموريج صغير زي كده هفكر في انتر سيبر هيموريج. لكن العيان طالما جاي في هيستوري اوف تروما، لسه حد كان من زملائنا هنا في المستشفى حصل له حادثه الاسبوع اللي فات وكده، ما كانش فيه فايندنج برضو غير حته كونتيوجن صغيره كده لما شفت السي تي بتاعه. فالهيستوري طبعا يظل بالنسبه لنا اساسي في كمفتاح للدايجنوز. ده مثال مثلا لبيشن زي ما انتم شايفين، في اهو رايت فرونتال ابيديورال هيماتوما زائد الارياز دي الكونتيوجن هايبر دينس ريجولار اري كونتيوجن. ملاحظين حضراتكم ان في هنا ايه؟ حلو، معنى الوجود اري يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى البون اتفتح. يبقى لازم لو دورت في الحاله دي على البون دي على البون ويندو هلاقي ان الحاله دي فيها فراكشر. يعني اهو زي ما انتم شايفين السكان ده ما فيهوش فراكشر، لكن وجود الاير فوسايدي معناها ان البرين فتح على بره، فده بيخليني ارجع ابص. انا كده كده لازم ابص طبعا على البون ويندو، لكن بيخليني لازم اركز ان فين الفراكشر، فين الفراكشر اللي دخل الاير في الهيماتوما بالشكل ده. فده انديكيتور نيموكيفالي، انديكيتور ان في البون اتفتح، معنى صح ان في فراكشر. ده مثال اهو العيان زي ما انتم شايفين، ممكن العيان ده يكون التروما بتاعته كانت فرونتال، لكن عشان الليجا ممكن يكون كوب وكونترا كوب زي ما شفتوا في الاسكان اللي كنا حاطينه، يعني ممكن عين تخبط في راسه وتلاقي فرونتال وتلاقي الكونتيوجن اوكسيبيتال او هنا مثلا زي كده زي ما انتم شايفين، يعني هو حاصل في السبلينيوم بتاع الكوربس كالوزم، ممكن تكون التروما فرونتال. فنفس الفكره احنا بنقول عليها كونتيوجن او ديفيوز اكزونال انجري، نفس الديسكريبشن. حقيقه الام ار اي هو البيست موداليتي للديمونستريشن اوف ايديما والكونتيوجن، يعني عيان كونتيوجن ده لو مثلا العيان شايف فيه مانيوت كونتيوجن حاجه صغيره بس الكونشس ليفل بتاعه ديستربت، احيانا يقول لك انورمال في السي تي ده يزعل في الاكزونال انجري بالذات، محتاج ام ار اي صح، ده كان يكون سيمبتوماتيك يعني. بالظبط اللي انا اقول عليك، عشان كده بقول لك ممكن يكون فينت ممكن ما نشوفوش. فلما يكون العيان زي كده الكونشس ليفل بتاعه مش متناسب مع وضع سي تي شكله نورمال، سي تي في حته كونتيوجن صغيره خالص، فالافضل للبيشنت ده ان هو تو بي ايفالويتد بالام ار اي، لان هو ذا بيست للايفالويشن لسان السيربرال قديمه او لحالات السيربرال كونتيوجن. الانتيتي اللي بعد كده هي السكال فراكشرز. احنا لو خدناها من بره الجول المفروض كنا نبدا بالسكال فراكشرز، لكن السكال فراكشر طبعا احد البرزنتيشن كومن برضو ليه عيان الامرجنسي او عيان التروما، واساسي طبعا ان انا اقيمها بالبون ويندو زي ما حضرتكم شفتوا الحاله اللي فاتت، لان انا اعتمدت على السوفت تيشو ويندو. نعم والثري دي طبعا اساسي، الثري دي والثري دي يا دكتور اسماء بالذات للماجزيلو فيشل تروما كمان، يعني هو اساسي. يعني يمكن احنا هنا بنعمله بشكل روتين وطبعا ده شيء ممتاز ده شيء كويس، احنا هناك كنا بنطلبه مثلا لحالات سبيسيفيك، حالات الماجزيلو فيشل بالذات هي اساسي فيها طبعا الثري دي زي ما تقول دكتور اسماء، ده كلام سليم طبعا. فاساسي ان انا ابص في البون ويندو وفي الثري دي طبعا. السكال فراكشر زي ما حضراتكم عارفين، اما ان هو فيشر اورايت ده سمبل فيشر فراكشر كده، وبرده ما نستهونش ممكن الاقي سمبل فيشر فراكشر وجنبه هيماتوما معتبر، ده وارد. يعني قصه حدوث الهيماتوما والفراكشر مش شرط متعلقه انه لازم يعني الفراكشر يكون سيفير عشان تحصل هيماتوما، ممكن الاقي يحصل فيه ايه بديور الهيماتوما من غير اي فراكشرز خالص، وممكن ايه بديور الهيماتوما ريليتد للفيشر فراكشر او ديبريسد فراكشر زي كده، وده في حد ذاته سيرجيكال امرجنسي، بيحتاج ان العيان اللي تدخل جراحي تو بي اليفيتد البون دي. وزي ما قلنا في اللقاءات اللي قبل كده ان بقول على الفراكشر ديبريست لما يكون الاوتر تيبل بتاع الفراكشر دي بون تحت الليفل بتاع الانر تيبل بتاع البون السليمه جنبها، وده في حد ذاته يعتبر سيرجيكال ايمرجنسي او يعتبر بيحتاج العيان سيرجيكال انترفينشن يعني بمعنى اصح. او الكومنيوتو طبعا ده بيكون الدنيا فيه زي ما حضراتكم شايفين اللي هو الكسر المفتت،
وبيكون اسوشيتد معاه ديفرنت اذر ليجن، سواء كان زي ما انتم شايفين عندها مثال اكزونال انجري او ده كونتيوجن مثلا. هي شكلها شكل هيمورج بالظبط، بس هي عشان ريت التروما احنا بنقول ان هي كونتيوجن. في نيوموكافري زي ما حضراتكم شايفين، في بون سيجمنت كامله داخله جوه التيشو، دي هتحتاج طبعا اليفيشن، يعني هتحتاج انها ايه يعني سيرجيكال انترفنشن. السكال فراكشرز مش الثلاثه دول بس، في انتيتي مهم جدا وهو الفراكشر بيز، والاخطر فيهم هو الترانسفينويدال. يعني البيز اوف ذا سكال ممكن يحصل فراكشر في اي مكان، اي مكان فيه ممكن يحصل فيها فيشر فراكشر مثلا في ايه في اي بارت منها، لكن يظل الترانسفينويدال هو الاخطر ليها لسبب، لان هو اولا غالبا بيحصل مع سيفير تروما في الهيد، وغالبا بيكون مع سيريس كومبليكيشن، سواء كان انترنال كاروتيد ارتري انجري او اوبتيك نيرف انجري او ديورال تير، وما يحصل مع سي اس اف ليك. فده المشكله بتاعه الترانسفينودال بالذات. لذلك احنا المفروض في الدياجنوز بتاعنا نكون عارفين الديفرنت تايبس اوف ترانسفينود. هو منه في كذا نوع، في منه نوع بيكون لونجيتودينال بالشكل ده اهو زي ما حضراتكم شايفين، هو واخد الماستويدز ماستويد دياجونال، هو واخد معدي في السفنويد، وفي منه انتيرو ترانسفيرز، وفي منه بوستيرو ترانسفيرز، وفي منه لاترال فرونتال دياجونال. الاول ناخدها خطوه خطوه. نبص الاول على السكال بونز. السكال البيز بتكون من الفرونتال بونز اهم بالازرق على الناحيتين، بينهم الاثمويد بون بالظبط، وراهم السفنويد بشكلها بشكل وينجز بتاعتها المشهوره، على الناحيتين مرتبط بيها التمبرال بونز، وورا الاوكسيبيتال بون، والاخضر ده بيكون البرايتال بون زي ما حضراتكم شايفين، هي يعني بتدخل في التكوين بتاع البيز بحاجه بسيطه خالص، وزي الجمه بتكون براها فرونتال بالشكل ده. لو بصينا على السفنويد بي لوحدها فهنشوف انها متكونه زي ما انتم شايفين، بيكون فيها ادي الاوبتيكال كانال معديه فيها، فلذلك ممكن الانجري بتاعها يتضمن الاوبتيك نيرف، وعشان فيها الفورامين روتاندم والفورامين اوفال والفورامينز المختلفه اللي بيعدي منها ميجور ستراكشرز، لذلك الفراكشر فيها ممكن يحصل يتضمن هذه الاستراكشرز المختلفه، وده بيكون خطورتها. دول جيرتر وينج بتاعوها بتوع السفينويد بون بالبني، ودول ليسر وينجز اهم بالاخضر، ودول التريجويد بروسيسز ورا، وده البادي بتاع السفينويد بون، ده الاناتومي التفصيلي بتاعها شويه. تعالوا نبص على الانواع. لو الفراكشر واخد السفينويد بالعرض كده بالشكل ده ترانسفيرس، فبيسميه انتيرو ترانسفيرس. انتيرو ترانسفيرس واخد انتيرو بارت من السفينويد وترانسفيرس. لو واخد الجزء البوستيرو منها بالشكل ده فاحنا بنسميه بوستيرو ترانسفيرس، يعني ده انتيرو ده بوستيرو، هما الاثنين معديين في السفينويد ايه ترانسفيرس. طيب لو واخد من سايد تو سايد بالشكل ده، واخد مع الفرونتال، فبيسموه لاتر فرونتال دياجونال، هو واخد الدياجون واخد القطر بتاع السكال بس معدي برضه في السفينويد. لو عدى في الماستويد فبيسميه ماستويد دياجونال، فهو اما ان هو يعدي في الماستويد، خد بالكم ان الماستويد دياجونال معدي في الفرونتال برضه، فانا بس انا بوصفه ماستويد لما ياخد معايا الماستويد، لان برضه فراكشر الماستويد ليه طبيعته الخاصه ان انفولفنج الاير ستراكشر معنا صح والقصه بتاعتها. فدي الانواع المختلفه بتاعه الترانسفينويدال سكال بيس فراكشر. طيب لازم نلاحظ ان السكال بيس فراكشر ما بيشافش في كات سكشن واحد، البيس كلها ما بيشافش في كات سكشن واحد زي ما انتم عارفين، انا باخد يعني كات سكشن اشوف ليفل وانزل فوق واطلع تحت، فلذلك انا لازم اركز في الكات سكشن اشوف الفراكشر، يعني الفراكشر هنا واخد جزء من الروف بتاع الاوربت، وهنا معدي مثلا واخد التمبرال، يعني هو واخد الرايت بيترس وواخد السفينويد ساينس وواخد الكونترلاترال اوربت، فلذلك القصد ان انا لازم يعني ارسم صوره كامله للسكال في بيس فراكشر في اكتر من سيكشن، يعني ما يغرنيش مثلا ان انا شفت اول سيكشن فيه فراكشر في الجزء من البون، ده فيه فراكشر تمبرال وخلاص ما كملتش، وهو اصلا بادئ بالتمبرال ومكمل لحد الفرونتال بون مثلا او الروف بتاع الاوربت قدام. الاستروك، الاستروك دي الاذر واي، احنا ده السكه اللي خلصناها دي سكه بتاعت التروما، السكه بتاعت ستروك. الاستروك ككلير دايجنوز مش صعب لما يكون كلير هيموريج او كلير انفاركشن، لكن بتكون الديفيكولت شويه لما بيكون في هيدن ساين او يكون سمول او ايرلي، هي دي بتكون الصعوبه في الدايجنوز. يعني العيان اللي جاي لي بانتراكرينال هيموريج
ده وانس من الهيموريج حصل خلاص فريش بلاد دنسيتي كذا في كذا في المكان الفلاني, وطبعا العيان جايب انكريز انتركير تنشن والديستربت كونشس ليفل ممكن بلس او ماينس, النيورولوجيكال ديفيسيت طبعا بيكون اسوشيتد. لكن المشكله في عيان انفاركشن, عيان انفاركشن ده لو وانس ان هو بدا الانفاركشن معاه بقاله ساعه ساعتين وبدا يحصل معاه الكلينيكال تشينجز والديستربت والنيورولوجيكال ديفيسيت, وانس ان هو يعمل سي تي ممكن سي تي يطلع نورمال. فانا مثلا خلاص ده ده سي تي نورمال, لا ما هو سي تي نورمال ماشي بس نورمال لان الانفاركشن زي ما حضراتكم عارفين بيبدا يظهر يعني غالبا بعد 24 ساعه من حدوثه على مستوى السي تي. يبقى انا لازم العيان ده يكون الكلينيكال بتاعه والنيورولوجيكال ديفيسيت بتاعه كيب ان مايند, لا ما عدهوش حتى السي تي بتاعه نورمال. حاجتين, هدور على الهيدن سايز احنا هنبص عليها دلوقتي, وهيتعمل له اساسي فولو اب بعد 24 ساعه عشان نشوف الاكستنشن بتاع الانفاركشن. ده على مستوى السي تي. طب لو انا في مكان مثلا عندي سي تي بس او متاح سي تي بس, لكن لو في مكان فيه ام ار اي اساسي طبعا هيتعمل له الام ار اي, والام ار اي زي ما حضراتكم عارفين اول سيكونس فيه بتشخص الانفاركشن هي الديفيوجن زي ما احنا هنشوفها. الهيموريج بيكون ممكن مشكلته بس ان ممكن تحصل بعد الليجنز كده الكالسيفيك ليجن اللي هي الميميك الهيموريج, يعني ليجنز ساتش لايك ذيس سواء كانت كالسيفيكيشن كنورمال فاريانت في الدنتيت نيوكليوس في السيربيلم في البيزل جانجليا. بس انا بعرفها اول العيان ده غالبا مش بيجي بنورمال ديفيسيت, الا لو حظ بقى ان العيان ده حصل فيه انفاركشن وهو فيه كالسيفيكيشن زي كده وجايب نورمال ديفيسيت, لا يعني برضه هكيب ان مايند يظل الكلينيكال بتاعي هو المفتاح. لكن ما تغرنيش طبعا بالظبط, الله ينور عليك. النقطه الثانيه برافو دكتور اسماء, الدنسيتي صح, الدنسيتي 60 ل 90 بتاعت الهيموريج لسه يعني هنقول على طول فعلا ان النقطه الثانيه هقيس الدنسيتي بتاعت ليجن ساتش لايك ذس. هو لو فين كالسيفيكيشن دكتور اسماء ممكن يخدع زي دول, عارفه اللي ورا دول او استيوم ممكن تلاقيهم تحت ال 100, ممكن تلاقيهم تحت ال 100. لكن لو دنس كالسيفيكيشن ساتش لايك ذس واستيوم فعلا تلاقيهم معديين المئات, يعني هتلاقيهم هندرز. فدي نقطه ديفرنشال, لو تحت ال 100 هيبقى كالسيفيكيشن. ما هو بصي فين انت عارفه لو حطيت المؤشر هنا هيقيس حته من كالسيوم على حته من تيشو, عارفه كانه واخد بارشال فوليوم فهيبقى مضلل. لكن لو كالسيوم بيور لايك ذس وحطيت المؤشر هتلاقيه قايس فوق ال 100 مرتاح يعني. ففعلا نقطة الديفرنشيشن بتاعت الكالسيوم زي ما بتقول دكتور اسماء دي نقطة مهمة. انا لما هقيس الدنسيتي بتاعت الكالسيوم فوق الميات بمعنى اصح, فدي نقطة الديفرنشيشن. يبقى كان عندي رقم واحد ده ويف الديفرنشيشن, لو انا مثلا اكسيدنتال لقيت حالة زي كده او عجب هيدك بس مثلا من غير نورمال ديفيسيت. والنقطة الثانية اللي يبقى الدنسيتي والكلينيكال بتاع العيان برضه يظل مفتاح وجايدنس, يعني مفتوح. ما ينفعش عيان زي ده جاي بهيمي باريسز وعملت سي تي لايك ذس وبشوف لقيت بايلاتر كالسيفيكيشن زي ده, لا 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 ده هو ما فيهوش غير كالسيفيكيشن ما فيهوش هيموريج, ممكن يكون فيه انفاركشن, يعني يكون في حاجه ثانيه يكون فيه انفاركشن. فلذلك يظل برضو الكلينيكال بتاعي مهم في الاسسمنت بتاع البيشنت بتاعي. الانفاركشن زي ما حضراتكم عارفين بالثري ستيج بتاعته المختلفه سواء كان الاكيوت والسب اكيوت او الكرونيك. الاكيوت لما بيكون معاه الاديمه فبيعمل ماس افكت, خصوصا لو كان لارج, لو كان صغير مش هيعمل ماس افكت. لكن لو لارج اكيوت انفاركشن هيعمل ماس افكت على الجسم ستراكشر. بينما لو هو سب اكيوت بعد بقى اسبوعين كده هتبدا يحصل سبسايد الاديمه حواليه فيظل الانفاركشن فقط فما بيعملش ماس افكت على الادجيسنت فينتريكل او ستراكشر. والكرونيك انفاركشن زي ما حضراتكم عارفين ده وزين مانتز خلاص بدا يحصل بورنج فالك تشينج وبدا يتحول التيشو الى سي اس اف لايك ستراكشر فبيعمل اي فاكيو دايليتيشن. يعني ده اسمه التمبرال هورن بتاع اللاترال فينتريكل, ده ما بشوفوش ما بيتنفخش غير في حاجتين, في الايرلي هيدروكيفالس ولما يكون زي كده في ليجن حواليه موسعه. لكن هو الطبيعي بيكون كولابسد مش بشوفه اصلا, وزي ما هنشوف بعد كده في الهيدروكيفالس هو ممكن يكون ايرلي انديكيتور ان العيان بتاعي بدا يدخل في هيدروكيفالس. الانفاركشن زي ما قلنا هي الصعوبه بتاعته لما يكون ايرلي وسمول. طب انا في الحاله دي ببدا ادور على ايه؟ لو سمول زي كده زي ما انتم شايفين ممكن يكون لاكيونر زي ما حضراتكم شايفين اهو, يعني ممكن يمزد مني في مكان ان هو كسي اس اف سبيس مثلا. لكن عيان زي ده ومكان انفاركشن زي كده العيان ده هيجي ب نيورولوجيكال ديفيسيت معتبر بهيمي باريسز, فهتكون هي المفتاح بتاع الدياجنوزس. ايه بيكون اوضح طبعا في السيكونس بتاعت الام ار اي سواء تي 2 زي ما حضراتكم شايفين ده تي 2 اهو الليجن في فوكال ابنورمال سمول هايبر انتنس سيجنال. في الفلير طبعا زي ما انتم شايفين الفلير احنا قلنا ان هو بيطفي السيجنال بتاعت الفلويد
فعلشان كده السي اس اف اسود، لكن هو هنا الهيموراج هو ابيض، والديفيوجن يظل هو السيكونس رقم واحد اللي انا بشوف فيه الانفاركشن اس فاست اس بوسيبل. يعني زي ما حضراتكم شايفين ده مثال لبيشنت عنده اكيوت انفاركشن، في الفلير يكاد يكون ما فيش ابنورمالتي واضحه، لكن في الديفيوجن زي ما حضراتكم شايفين في اريا معتبره اهي ليفت فرونتال فيها ريستريكشن للديفيوجن. الديفيوجن برضو بالمناسبه علشان ما يعني انا ممكن انسى، في حاجه اسمها الديفيوجن في حاجه اسمها الاي دي سي ماب، هما اتنين عكس بعض، هنا سي اس اف اسود هنا سي اس اف ابيض، عشان اربطهم في دماغي اذا كانت الحاجه ريستريكتد ديفيوجن ولا لا اقارنها بسي اس اف. الحاجه اللي الانتنسيتي بتاعتها زي سي اس اف يبقى ده فري ديفيوجن، الحاجه اللي عكس سي اس اف يبقى ده ريستريكتد ديفيوجن. فهو هنا زي ما انتم شايفين سي اس اف اسود وهو هايبر انتنس، فده اريا اوف ريستريكتد ديفيوجن كورتيكال طبعا، وده اكيوت سيريبرال انفاركشن برغم ان الفلير ما وضحش لسه ما ظهرش فيه الانفاركشن معنا صح. لذلك يظل ديفيوجن هو ذا فيرست سيكونس ان انا ديتكت الانفاركشن اد ايرلي از بوسيبل وذين مينتس من الحصول بتاعه. طيب ايه الايرلي سيتي ساينز ممكن تحصل في انفاركشن؟ في حاجتين رئيسيتين، في الدنس ارتري ساين وفي الانسولار ريبون ساين. الدنس ارتري ساين دي كل اللي حصل ثرومبوزس في ارتري معين، فهو حتى الان ما ظهرش اي ساينز على مستوى الكورتكس، بس هو الارتري نفسه بقى دنس ما هو اتسد، فبقي الارتري بالشكل ده زي كده زي ما حضراتكم شايفين. ده اعتقد الميدل سيربر بالظبط، الميدل سيربر زي ما انتم شايفين اهو بقى هايبر دنس، واعتقد حاجه زي الدكتور عمرو عم طلع فول اب تاني يمكن هي انفكشن يعني معتبر بمعنى صح، لكن على مستوى الكرنت الحالي السي تي زي ما انتم شايفين الدنيا يعني ما فيش غير الساين دي. في المدينه كانت قابلت لي حاله زي كده وفعلا كان المفتاح بتاعها بس كان الهايبر دنس ارتري ساين بس، وفعلا لما عملنا فول اب كانت انفكشن انفاركشن يعني بعد كده. ممكن يكون فينت يعني مجرد زي ما حضراتكم شايفين حاجه كده فينت خالص، لكن الاهم انه ما يتغلطش معانا في حاجه زي كده. دي احد المالفورميشنز انجيوفاسكولار مالفورميشن اسمها الفينس انجيوما، هي بتكون عباره عن هايبر دنس لاين كده بيعدي الكورتكس بالشكل ده، لكن مش مكان ارتري. احنا في الاناتومي بتاع البرين اللي احنا شفناه المره اللي فاتت والسيكول فويلز والبرانشات مفيش ارتري بالحجم ده بيعدي في المكان ده، فده مش مكان ارتري. فلذلك انا ما اتغلطش في حاجه زي كده اقول عليها هايبر دنس ارتري ساين، لا دي حاجه اسمها الفينوس انجيوما احد الانجيو الانجيومال فورميشن بتاعه البرين اللي هي دي. طيب ايه رايكم في ده؟ برضو المفتاح بتاعه حاجه واحده بس، البذر الارتري هايبر دنس برضه بالشكل ده، فده بذر الارتري ثرومبس برضه نفس الفكره هايبر دنس ارتري ساين، بس طبعا عشان كات سكشن مش هشوف غير بالشكل ده يعني كات سكشن فيه. الهايبو دنسيتي بتاعت الكورتكس دي ممكن تكون دي في مكان فين؟ الانسولا ريبون ساين. الانسولا دي اللي هي ايه؟ هي عباره عن الكورتكس اللي في السيلف انفيشر، فممكن يحصل فيها انفاركشن برضه، ما هي كورتيكال ويكون الكورتكس هايبو دنس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، يعني هو ده الناحيه النورمال ودي الناحيه اللي فيها الهايبو دنسيتي بتاعه الانفاركشن. لكن الانفاركشن ممكن يكون ايرلي ان انا ما يعني العيان برده جاي بريتلي بالنيورولوجيكال ديفيسيت والكلينيكال سيمبتومز وهكذا، لكن مستوى السي تي المفتاح الوحيد بس اللي بدا يحصل لوس في الكورتيكو ميدار ديفرنشيشن او الجراي وايت ديفرنشيشن اهو بدا يحصل لوس في الديفرنشيشن ان بتوين، ده مفتاح الانسول ريبون سايت. ده لو عملت له فول اب بعد كده هلاقي العيان ده ديفلوبت انفاركشن معتبر في منطقه الانسيبو. الهيدروكيفلس، الهيدروكيفلس يعني الهيدروكيفلس لوحده مش هيجي ك امرجنسي الا لو كان هيدروكيفلس حصل اكيوت اون توب اوف في سيرتن ليجن معين، دخل عيان في اكيوت هيدروكيفلس فيدخل العيان في طبعا سيفير هيديك والسيمبتومز اوف انكريز انتركرينال بريشر. ده شكل اناتومي كده مجسم بتاع الفنتركل سيستم، الانتيرو هورن الباديز البوستيرو هورن الثيرد فنتركل والفورس فنتركل، وده شكل الاناتومي بتاعه يعني ك 3 دي الشكل بتاعه المفروض هو شكله اناتوميكال كده بالشكل ده. السي اس اف لو زي ما حضراتكم عارفين بيبدا من الكورود بلكسس في اللاترال فنتركل وبيعدي في السيستم والسيسترن المختلفه لحد ما يحصل له ابزوربشن فوق في السوبيور ساجيتال ساينس، فده شكل السايكل بتاعه السي اس اف فورميشن. لذلك الهيدروكيفلس ممكن يحصل اما ان يكون هو نون كوميونيكيتنج حصل اوبستراكشن في الباث واي
فبيحصل دايليتيشن فينتركل سيستم بروكسيمال لي الاوبستراكشن، او ان هو كوميونيكيتنج انكريز في البرودكشن، حصل ديكريز في السي اس اف درينج، فده بنسميه كوميونيكيتنج هيدروكيفرس. هو السيستم كله مفتوح على بعضه لكن في انكريز في التنشن انسايد الفينتركل سيستم. سواء كده او كده احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت الديفريشن دايجنوز او التفرقه بتاعتنا بين الهيدروكيفالس وبين نورموتنسف دايليتيشن في الفنتركل سيستم هي الانجل ان بتوين الانتيريور هورنز بتاعت اللاتر فنتركل. لما بتكون الانجل اوبتيوز دي شكل نورمال انجل اهو، هي طبعا الفنتركل سيستم مش دايركت ولا حاجه. لما بتكون الانجل اوبتيوز بالشكل ده فانا بفكر ان الفنتركلز دي مش دايركت، ده هو البرين دي حولها مرحرح فمخلي الدنيا واسعه بمعنى صح يعني، لكن هنا في انكريز في البريشر لذلك الانجل اكيوت. احنا لسه حتى بدانا بروتوكول بحث مع الزملاء في قسم التشريح عندنا في الكليه ان احنا نعمل بحث عن النقطه دي، هل فعلا الانجل دي يعني يعتمد عليها فعلا؟ هي فعليا بنشوفها لكن قلنا نعملها بشكل بحث بقى نشوف هل هي فعلا ديبندبل في الديفرنشيشن بين الاير هيدروفيلك تشينج وبين النورموتنسيف دايليتيشن في تركر سيستم. This case was relative for me. Patient 44, diabetic. وجه كلموني ان هو عنده severe headache وincrease blood pressure وكده. طلبت له عمله CT. لما عملوا CT طبعا للأسف كان في intraventricular hemorrhage حصل في الفورس ventricle. على طول دخل patient زي ما انتم شايفين في الهيدروكيفالس. دخل فعلا البيشنت في هيدروكيفالس وكانت اول سكان كان الانديكيتور بتاعه ان انا شايف ان التيمبرال هورد بدات تظهر، فانا حسيت ان هو بدا يدخل في هيدروكيفالس. شويه تاني عملنا له فول اب لقينا فعلا دخل في هيدروكيفالس ده وزين 24 اورز يعني اكيوت امرجنسي. الاخطر من كده لما بيكون بيشنت زي كده هيدروكيفالس وتعمل له شنط، احنا كارديولوجيست المفروض ما نعتمدش امين نفسه من الشنط يبقى خلاص عمل شنط وشنط تمام، لا، لانه للاسف هو دخل عمليات والشنط كان شكلها بالمنظر ده. ده كان كات سيكشن في اقرب مسافه بين الشنط، يعني بص يا دكتور عمرو ادي التيب بتاع الشنط وادي الفنتركل. فطلع من العمليات ايه الاخبار؟ اخباره ايه؟ طب قلت لهم معلش ابعتوا لي الحالات بتاعته على الباكس. بعتوها مسكت السي تي جبته من اول لاخره الشنط مش مقربه خالص من الفنتركل. رحت متصل بقسم مخاصات كلمت حتى رئيس قسم مشكور الراجل يعني لما فعلا قلت له بص في الحالات فعلا كانت الشنط مال بوزيشن مش واصل اصلا للفنتركل سيستم. دخلوه عمليات تاني، دي الصوره بعد البوست اوبرتيف، وعملوا ري بوزيشننج للشنط تاني وزي ما انتم شايفين بقت المكان بتاعها كده. فلذلك نقطه مهمه بالنسبه لنا كراديولوجيست ان انا لما يكون حاله زي كده بوست اوبرتيف كونفيرم ان الشنط داخله جوه الفنتركل سيستم، لان ممكن يحصل فعلا مال بوزيشن ليها وما تكونش واصله، وفي الحاله طبعا مش هتعمل اي حاجه للعيان وهظل عيان طبعا في المشكله الكيميكال بتاعته. البرن هيرنيشن، البرن هيرنيشن دي تعتبر اخر انتيتي النهارده. البرن هيرنيشن بمنتهى البساطه ان حصل فيه ماس افكت نتيجه سواء ايا كان الليجن، هو غالبا اولا بتعملها الاكستردور هيماتوم، هي اكتر واحده بتعمل القصه دي، بتعمل شيفت البرين تيشو من النورمال لوكيشن لادجسنت سبيس، فالبرين تيشو بيتزنق في الادجسنت سبيس ده بالماس افكت فبيكون لايف ثريتنينج وبيحتاج ان الابروبيت دايجنوست وبيحتاج لسيرجيكال انترفينشن. ولذلك بنقول لما بتكون الابيديورال هيماتوما لارج هم بيفضلوها لانها بتدخل عيان في القصه دي، يعني اما بتدخله في حاجه اسمها سب فالاساين هيرنيشن السنجلت جايرس دي بتعدي بتتزنق في الفالكس هنا فاسمها سب فالاساين، او انها بيحصل في ترانس تنتوريال من خلاص التنتوريال سيربلاي اللي هي فتحتها اهي اللي شكلها اوفر شيب دي برضه نفس الفكره الانكس ممكن تتزنق فيها، او بيحصل الاكثر من كده تونسيلر هيرنيشن خلال الفورم المغنى. ممكن يحصل ترانس كالفيريال هيرنيشن لو في بوند افكت، بس طبعا ده رير لدرجه ان يكون بوند افكت والبرنتش طالع في الشارع مش هيستنوا عليه انا عيان زي كده ان هو هتكون متشافه بالعين بمعنى صح يعني. فدي الانواع المختلفه سواء كانت السفلاساين او الترانس تنتوريال او التونسيلر هيرنيشن. ده النورمال اناتومي بتاع الكورونا، هي حقيقه برضه التشخيص بتاعها بيكون افضل في الام ار اي اكتر من السي تي، لكن السي تي بالنسبه لي الماسيف ماس افكت ده انديكيتور انه هيكون في هيرنيشن. سواء كانت دي السنجوليت جايرس اهي الكوربس كالوزم، الرينج دي هي عباره عن الفتحه بتاعت التنتوريا اللي ممكن يحصل هيرنيشن منها للادجيسنت ستراكشر بتاعتها. على مستوى الساجيتال ده الميد ساجيتال ايمج تي 1 ام ار اي
ده السنجلت جايروس الكوربس كالوزم الكوادريسيبس سيستير ده الانتروداكرا سيستير ده البونتاين سيستير ده الميدالا سيستير. كل دول لما بيحصل هيرنيشن بنلاحظ انهم الميدالا بتتزق لقدام بيتقفل السبيس ده، ده رقم واحد. رقم اتنين التونسلز هنا بيحصل لها هيرنيشن من لاين هنا اسمه ماكري لاين. ده مثال للماس افكت المعتبره. ادي زي ما حضراتكم شايفين اهي يعني الهيماتومه دي بالاكستنشن بتاعها ده وبالانر كونفكس كونكيف بوردر ده ممكن تكون يعني شكلها سب يور هيماتوم، لكن برغم عشان هي لارج عملت ماس افكت معتبر. بص حضراتكم الميد لاين راح فين، فالعيان ده عادي ان هو يخش في ترانسفرساين هيرنيشن. ده ماس افكت محتاج ان العيان ده يتفتح معنا صح ويتوبي درين. الهيماتوما دي برضه محركم شايفين زي ما انتم شايفين في حته هايبر دنس وحته هايبو دنس صح. ده انديكيتور ان العيان ده فيه اكتيف بليدنج، هي بتديني الهايبو دنسيتيز بتاعه الشكل ده. لو نزلنا تحت شويه ممكن هنا نلاقي في الانتوميكال تشينج بقى. ادي شكل الهرنيشن الحاصل الترانستنتوريال، يعني ادي التيمبورال هورن بتاع اللاتر فينتريكل دايليتد، ادي هنا في الهرنيتد بارت من البرين وعامل وايدنج للسيسترن هنا وعامل شيفت للميد بريل الناحيه الثانيه. كل ده بيكون فايندنج ممكن يكون مع الماس افكت ومع الهرنيشن، وده بيكون كريتيكال. العيان ده ممكن لو فايتال ساينز او الحاجات الفايتال سنترز العيان ممكن يمزد معنا صح. الهرنيشن ممكن يكون اسندنج، يعني ممكن يحصل على الماس افكت هنا ممكن يكون اسندنج ديسندنج، يعني بدل ما الستراكشرز فوق بتعدي من التنتوريوم الستراكشرز اللي تحت بتعدي منه لفوق، ده برضو احد الانتيتي. او التونسيلر هيرنيشن ده برضو من الحاجات الكومون زي ما حضراتكم شايفين. الدياجنوز بتاعه زي ما قلنا ان احنا بنبص على الماكري لاين. ماكري لاين ده عباره عن لاين ان بتوين التيبس بتاعت الفورامين ماجنوم. لو كان التونسيلز تحت المستوى بتاع اللاين ده ب 5 مللي معنى كده انها هيرنيتد، يعني اكتر من 5 مللي معنى كده ان في هيرنيشن. هنلاحظ ان في السيستيرن قدام المظله افيست ما هيتزحت لقدام، وان في العيان بدا يحصل فيه هيدروكفاليك تشينج، ما هو الطريق بالنسبه للهيدروكفاليك تشينج اتقفل، فبيكون اسوشيتد مع الهيرنيشن زي ما انتم شايفين سيستيرن افيسمنت وهيدروكفاليك تشينج ممكن تحصل. ده مثال اهو، او يعني ده كده في التفاصيل الماكري لاين الشكل بتاعه، وده شكل الهرنيشن بتاع التونسل طالما اكتر من 5 مللي تحت اللاين ده ان بتوين السايتس بتاعت الفورامين ماجنوم. هنختم بالكونتراست انهانسنج سي تي، ودي قلناها طبعا المره اللي فاتت ان الليجنز اما تكون نون انهانسنج او هوموجينوس هيتروجينوس مارجنال سواء يونيفورم او نون يونيفورم. واساسي طبعا ان انا اشخص اي حاله سي تي او ام ار اي طالما فيها برين تيومر او فاسكولار ليجن ان انا هستخدم فيها الكونتراست. ربما بعض الفاسكولار ليجنز ممكن ما تحتاجش كونتراست من الشكل اللي هتشوفه مش شرط، لكن مثلا لو انيوريزم اساسي ان انا هشخصه بكونتراست، سواء كان الانيوريزم ده بيتا سواء كان احتمال يكون ثرومبوز برضه الديفرنشيشن بتاعه هيكون من خلال الكونتراست. التجميعه دي تجميعه للفاسكولار مورفومينجنز مختلفه، اشهرها طبعا الانيوريزم، ولو كان السايز بتاعه اقل من 2.5 سم بنقول عليه الاكثر من 2.5 بنقول عليه جاينت، لكن اقل من 2.5 لا مش بنقول عليه جاينت زي ما انتم شايفين. لو كان ثرومبوز بيبدا يبقى لايرد بالشكل ده، بيكون في لاير هايبر وهايبو سواء كان دنسيتي او انتنسيتي زي ما حضراتكم عارفين. الكريبتيك اي في ام دي انتنسيتي كده تبقى حته هايبر دنس كده بالشكل ده في الكورتكس، غير بيكون يانج ايش ريليتد للكورتكس، بتكون عباره عن ثرومبوز ارتيرو فيروس مال فورميشن بتكون اكسيدنتال ديسكفر. الكافيرنس انجيوما دي احد الحاجات برضه زي ما حضراتكم شايفين بتكون فاريبل في السايز، غالبا بتكون دنس في السي تي ممكن يكون فيها كالسيفيكيشن وريليتد للارتر زي كده. الانجيو الارتيرو فينوس مال فورميشن زي ما حضراتكم شايفين بتكون سيربيجنس بالشكل ده، وده الشكل بتاعها سواء في السي تي او في الام ار اي. ودي الفينوس انجيوما اللي احنا قلنا ما نتغلطش فيها في الهايبر دنس ارتري سايد، انها بتكون مش مكان ارتري، هي عباره عن هايبر دنس لاين كده، هايبر دنس لاين معدي الكورتكس بالشكل ده. ده امثله مختلفه للانهانسنج ليجن سواء كان هوموجينوس زي المنجيوما، هيتروجينوس زي الجلايوما، الجلايبلاستوما، نون يونيفورم رينج والابسس. ليه ده استعدادا طبعا زائد الاديمه، والاديمه كده بالمختصر نوعين رئيسيتين زي ما حضراتكم عارفين، السايتوكسيك اديما بتكون باتش هايبودنس بالشكل ده، والفازوجينيك اديما بتكون شكلها فينجر لايك. احيانا الاديمه بتكون هي المفتاح لوجود سبيس اوكباينج ليجن، ممكن ليجن يكون مثلا جلايبلاستوما ليه نفس الدنسيتي بتاعت البرين
على مستوى النون كونتراست، وكل المؤشر بتاعها ان في فازجونيك قديمه معتبره حواليها، اعمل كونتراست الاقي في مصيبه سودة هنا بسايز معتبر، لكن هي الدنس بتاعتها زي البرينت شو. فلذلك القديمه برضه تعتبر احد مفاتيح سبيسيفيك باينج ليجن. ده بمناسبه ان احنا ان شاء الله باذن الله نيكست المره الجايه هنتكلم عن ريفيو عن البرين سبيسيفيك باينج ليجن او تيومرز بمعنى صح، هنعمل ريفيو وتجميع عنها ان شاء الله باذن الله. ده بالنسبه للسورسز والفيرذر ريدنج بالنسبه للمجموع الموضوع بتاع الامرجنسي ستبرين. دكتور عمرو في اي تعقيب او ملاحظه؟ لا جد والله على الحالات على مستوى الشغل اعتقد يعني الاموركم ماشيه في السكه دي فعليا. تمام ان شاء الله باذن الله. لا مش عايز تحليل والله. المره الجايه ان شاء الله باذن الله نتكلم عن البرين سبيس اوكوباينج ليجن، نبدا ايه نبص على يعني البرين تيومرز والبرين الليجنز المختلفه، ونحاول نعمل لها تجميعه نظبطها فيها ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، وارجو تكون يعني كانت الامور مفيده.